السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين. إن كثرة الأسماء وتعددها دلالة على شرف المسمى، وهل هناك ما هو أشرف من كلام الله عز وجل؟ لذلك نجد أن للقرآن الكريم أسماء متعددة يعرف بها، وصل عددها كما ذكر بعض العلماء إلى أكثر من 90 اسماً مختلفاً دلالة على عظمة شرفه ومنزلته ومكانته. فقد ذكر الزركشي 55 اسماً للقرآن الكريم في كتابه البرهان، فيما ذكر الفيروز أبادي 93 اسماً مختلفاً في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. واخترنا لكم متابعي الكرام في حلقتنا هذه الوقوف على عدد من أشهر أسماء القرآن الكريم. الاسم الأول والذي يعرفه الجميع هو القرآن، وهو أشهر أسمائه، وقد ورد ذكر لفظ القرآن 99 مرة في مواضع وسياقات مختلفة من القرآن الكريم في 38 سورة. وفي معنى هذا الاسم للمفسرين في ذلك قولان: الأول بمعنى القراءة والتلاوة، ومنه قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والثاني بمعنى الجمع والضم، ومنه قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. ولذلك سمي قرآناً لأنه متلو بالألسن وكدلالة لحفظه بالصدور، ولكونه أيضاً جمع القصص والعبر وأخبار الأولين والجنة والنار والأمر والنهي والآيات والسور بعضها إلى بعض. ومن أبرز أسماء القرآن الكريم مشاهدين الكرام أيضاً الكتاب، وهو الأكثر ذكراً ووروداً في القرآن الكريم، إذ ورد في 279 موضعاً مختلفاً وسياقات متعددة، منها الآية الكريمة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأصل الكتاب في اللغة الجمع والضم، لذلك سمي القرآن كتابا لأنه جمع السور والآيات وكذلك أنواعا متعددة من العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه. كما سمي القرآن الكريم كتابا لأنه مدون بالأقلام وكدلالة لحفظه بالسطور. أما الاسم الثالث فهو الفرقان، وهو اسم يدل مشاهدين على الفصل والتفريق. ووجه تسمية القرآن الكريم بهذا الاسم تأتي من كونه فرق بين الحق والباطل وبين الهدى والرشاد. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول الإمام الطبري رحمه الله في وجه تسمية القرآن الكريم فرقانا أن القرآن سمي فرقانا لفصله بحجته وأدلته وحدوده وفرائضه وسائر معاني حكمه بين المحق والمبطل، وفرقانه بينهما بنصره المحق وتخذيله المبطل حكما وقضاء. كما ورد ذكر هذا الاسم الفرقان في 7 مواضع من القرآن الكريم، كما تحمل سورة من سور القرآن الكريم هذا الاسم أيضا. كما سمي القرآن الكريم مشاهدين بالذكر، ومنه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكر الإمام الطبري أيضا معنيين في وجه تسميته بالذكر: الأول أنه ذكر من الله تعالى جل ذكره، ذكر به عباده فعرفهم فيه حدوده وفرائضه، والثاني أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما فيه. كما أن هناك أحبة المشاهدين مجموعة من الأسماء التي عرف بها القرآن الكريم والتي تشير إلى بعض صفات القرآن الذاتية، ومن تلك الأسماء الصدق في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق. وأيضا المبارك في قوله أيضا: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وأيضا العلم في قول الله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأسماء التي تشير إلى صفات القرآن التأثيرية والمتجسدة في علاقة القرآن الكريم بالناس. ومن أبرز هذه الأسماء الهدى، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والموعظة في قوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أيضا التذكرة في قول الله تعالى: كلا إنه تذكرة. والبيان، قال تعالى: هذا بيان للناس. وأيضا النور في قول الله تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وغيرها الكثير من الأسماء الأخرى للقرآن الكريم والتي ينبغي علينا أحبة الكرام معرفتها ومعانيها، ليرتفع شأن القرآن الكريم أكثر في نفوسنا وتعظم مكانته في قلوبنا، وتكون معينا لنا على تدبر آياته ومعرفة أحكامه.